أهلا بكم في منوعات يوتيوب، والنهاردة هنتكلم عن أكبر بركان في العالم. أهلا بكم. البراكين هي فتحة أو كوها في سطح الأرض يخرج منها الصهارة والغازات الساخنة والرماد وشظايا الصخور. كل هذه المواد الساخنة تخرج من باطن الأرض نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في باطن الأرض. تذوب أجزاء من طبقة الوشاح الصلب داخل الأرض لتكون سائلا ساخنا من الصخور المذابة يعرف باسم الصهارة، ويتجمع هذا السائل الساخن في فجوات تسمى غرف الصهارة. ومع ازدياد كمية الصهارة يزداد الضغط على القشرة الأرضية، مما يسبب في تشقق الصخور حول هذه الفجوات، فترتفع الصهارة من خلال الشقوق للأعلى. ولأنها أخف وزنا وكثافة من الصخور المحيطة بها، تندفع الصهارة من خلال الشقوق للأعلى في ثوران البركان إلى سطح الأرض عبر الفوهة البركانية على شكل حمم بركانية. ينتج عن انفجار البركان خروج مواد مختلفة زي الرماد البركاني والفتات البركاني والغازات والزجاج البركاني. الرماد البركاني هو مادة صلبة منصهرة تندفع من فوهة البركان أثناء انفجاره، تتسبب بتآكل بعض الأسطح التي تحتك بها. والرماد البركاني مادة غير قابلة للذوبان في الماء. ونتيجة خروجها باندفاع شديد يحدث احتكاك بين جزيئاتها فيحدث ظاهرة الرعد والبرق. أما الفتات البركاني فهو خليط ساخن جدا عالي الكثافة من الغازات والشظايا، وهذا الخليط ينزلق من فوهة البركان باتجاه أسفل المنحدر البركاني وبسرعة كبيرة غالبا تزيد عن 80 كيلو متر في الساعة، ينحدر باتجاه المناطق المنخفضة وتدمير كل ما في طريقه. أما الغازات البركانية فتشمل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وكلوريد الهيدروجين. كل هذه الغازات تنبعث من فوهة البركان أثناء ثوران البركان. هذه الغازات لها أضرار كبيرة على البيئة والمناخ. بركان مونالو هو من أشهر البراكين الكبيرة في العالم، وهو يعد من أكبر البراكين في العالم. يقع في جزيرة هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهادي. هو أكبر بركان نشط في العالم، يحتل نصف مساحة جزيرة هاواي، حيث يصل ارتفاعه فوق مستوى سطح البحر حوالي 4 كيلومتر.